طيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بيستعد طبعا زي ما حضراتكم عارفين خلال الفتره الحاليه لما هو قادم من تحديات مهمه، وابرز هذه التحديات النهائي الافريقي يوم 27 امام نادي الزمالك في مباراه غايه في الاهميه، وهي مباراه اللقب الافريقي اللي بينتظره كل جماهير النادي الاهلي. في كل الاحوال تدريبات النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه هي تدريبات مهمه حتى في ظل غياب العناصر الدوليه المتواجده مع منتخب مصر، وده بسبب ايه؟ بسبب ان في عدد كبير جدا من نتاج قطاع ناشئ النادي الاهلي مع مستر موسيماني، فبالتالي فرصه ليه ولجهازه المعاون ان هم يقفوا على بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا اضافه في المستقبل بالنسبه للفريق طبقا لاستراتيجيه طبعا المدير الفني مستر بيتسو موسيماني. ففي كل الاحوال تدريبات النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه غايه في الاهميه. عشان نقرب من الصوره بشكل اكبر خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش على الهواء مباشره عشان نطمن من خلاله على اخر استعدادات النادي الاهلي وايه هو الجديد الخاص بالفريق. يا كريم اهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا ايه الاجواء عندك بخصوص تدريبات النادي الاهلي وابرز ملامح المران النهارده؟ بالتاكيد طبعا يعني الاستعدادات قائمه ويمكن كل الاستعدادات مكثفه جدا لفريق النادي الاهلي تحت قياده بيتسو موسيماني اللي بيحضر بشكل كبير جدا زميلي امير المرحله القادمه. يمكن عندنا نقص عدد كبير بالنسبه للعيبه النادي الاهلي سواء اللعيبه اللي يكون من منتخب مصر وايضا كمان باجي واجاي وجيرالدو ويمكن علي معلول وايضا ديانج، لكن يمكن النهارده كمان الظهور باجي وظهور جونيور اجاي متواجدين النهارده في تدريبات فريق النادي الاهلي. تعرف طبعا كان في بعض التوقيتات بيتسو موسيماني وكابتن سعد عبد الحفيظ كان وضع عليه اجاي وايضا كمان باجي تواجدوا النهارده في التدريبات وبيشاركوا في التدريبات بشكل كامل. بشكل عام طبعا يمكن انت ذكرت عدد كبير من قطاع الناشئين، يمكن هم متواجدين في رؤيه وفي نظره عليهم اكيد من خلال بيتسو موسيماني، وفي نفس الوقت النقص العدد كبير جدا زميلي امير بالنسبه لتطبيق التدريبات التقسيمه. يمكن النهارده التدريب كان مقسم لاكثر من جزء، يعني الجزء الاول بدني خفيف جدا لكن بعد كده كلها تدريبات بالكره مع كيبي مخطط الاحمال وايضا كمان بيتسو موسيماني، كلها تدريبات لاتقان مهاره التسليم والتسلم، كلها حاجات طبعا خاصه بالجهاز الفني لفريق النادي اللي بيحاول ان هو طبعا يعني بيطبق كل الامور الخاصه بيئة الفنيات مع هذه المجموعه المتواجده حتى هذه اللحظه. لكن انتهى المران بتقسيمه قويه جدا في ثلثين الملعب، يعني يمكن كمان حتى يمكن كان موسيماني مخطط محلل الاداء كان متواجد يعني زي لاينز مان، يعني نقدر نقول كانت شبه تقسيمه قويه جدا جت فيها بشكل كبير جدا. يعني وليد سليمان ظهر بشكل رائع جدا، كهربا كل اللعيبه الحمد لله يمكن حالتها البدنيه والمعنويه مطمئنه جدا جدا خلال المرحله القادمه، لكن بقى منتظرين الفتره اللي جايه كمان ممكن يكون في مباراه وديه، يعني يمكن الامر ده لسه اكيد الجهاز الفني مع الكابتن سعد عبد الحفيظ ممكن يكون لسه طبعا ميعاد مباراه الكاس لم يتم تحديده حتى الان، لكن ان شاء الله المباراه الوديه يمكن بشكل عام تقدر تبين خطه الجهاز الفني اللعيبه اللي طالعه من قطاع الناشئين، بعض التعليمات اللي بيديها بيتسو موسيماني لكل لعيبه النادي الاهلي. بجانب بقى كمان النهارده يمكن الامور المطمئنه جدا واللي مستمر ويا رب يبعد عن الاصابات رامي ربيع كمان بيظهر بشكل جيد ومطمئن جدا لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، يا رب ان شاء الله يستمر على هذا الاداء المميز. سعد سمير كمان يعني بنقول له الحمد لله على السلامه يا سعد، النهارده يمكن شارك في بعض تدريبات الكره والتدريبات الجماعيه، طبعا عندنا كان عدد كبير جدا من اللعيبه خلال الفتره اللي فاتت كنا محتاجينهم للمرحله القادمه، لكن خلاص بقى يعني الحمد لله سعد متواجد، رامي ربيع متواجد، الشحات مستمر بشكل كبير جدا في التأهيل. باذن الله عندنا ايام كتير ان شاء الله قبل يوم 27 باذن الله كل اللعيبه اللي عندها اجهاد عندها اصابات باذن الله تكتمل شفاها بشكل كامل، حلم كبير لكل جمهور النادي الاهلي اللعيبه مجلس الاداره اعضاء النادي الاهلي هي البطوله الافريقيه، ويا رب ان شاء الله باذن الله مرحله قادمه وتحديدا يوم 27 باذن الله تكون البطوله التاسعة في دولاب بطولات النادي الاهلي. طيب بخصوص التقسيمه اللي كانت مع نهايه المران يا كريم، مين ابرز اللاعبين اللي لفتوا نظرك من خلال متابعتك سواء من لاعبي القوام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي الفريق الأول أو حتى لاعبي قطاع الناشئين المتواجدين في التدريبات؟ الحقيقه طبعا يعني يمكن الراجل بيحاول بشكل كبير جدا ان هو يصحح الاخطاء في التقسيم، على قد ما التقسيمه كانت فيها جديه وفيها حماس لكن يمكن الراجل وقف التقسيمه اكتر من مره. محمود وحيد بيظهر بشكل طيب ومميز جدا، كهربا الحقيقه يمكن بيأدي اداء، وليد سليمان، مروان محسن، اللعيبه الكبار الحقيقه يمكن واضح الحماس والجديه في التدريبات. انت عارف هو هدف امير اكيد طبعا، لكن الحفاظ على سلامه اللعيبه ده امر مهم جدا، وده اللي يمكن اكد عليه الجهاز الفني بالكامل وتحديدا بيتسو موسيماني، لان التدخلات كان فيها روح وفيها حماس كبير، فانت عارف طبعا لابد يكون في حفاظ على لعيبه النادي الاهلي بعضها البعض، لكن يعني ما نقدرش نقول ان هي كانت تقسيمه بشكل كامل على قد ما هي كانت كلها جزء خططي. الراجل بيحاول ان هو يراجع مع اللعيبه، بيحاول ان هو يوجه اللعيبه في بعض التمركزات بعض الامور دي، لكن بشكل عام اللعيبه كلها كانت متالقه، كل اللعيبه طبعا اللي طالعه من قطاع الناشئين عندها حماس كبير جدا يعني وعندها هدف كبير، ويمكن هي بتحلم حلم كبير ان هي تكون ليها دور مع فريق النادي الاهلي، لكن كل اللعيبه انت عارف اللعيبه الكبار بتحتوي اللعيبه الصغار اللي طالعه من قطاع الناشئين بشكل كبير، ما تحسش ان في لعيب كبير ولعيب صغير في النادي الاهلي، وهي دي الميزه وده سر من اسرار نجاح فريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله تستمر الروح الكبير
الكبيره دي واستمر الاداء ده مع لعيبه النادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله القادم يكون افضل لكل لاعبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون سعيد خلال المرحله القادمه. طيب متابعه الجهاز الفني للنادي الاهلي للاعبي المنتخب، لاعبي النادي المتواجدين في المنتخبات المختلفه بس مش منتخب مصر، عندك كمان منتخب تونس وفي مالي كمان عندنا اليو ديانج، السيناريو او الاستراتيجيه اللي هيتم من خلالها متابعه طبعا اللاعبين في منتخبات بلادهم هتكون ازاي؟ الحقيقه طبعا امر مهم جدا ونقطه مهمه جدا زميل امير، وتحديدا كمان يمكن المتابعه جايه من الامر الخاص بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه. في تعليمات مشدده جدا لكل لاعبي منتخب مصر طبعا اللي هيكونوا متواجدين في توجو، لان يمكن الفتره اللي جايه حساسه ومحتاجه تكاتف ومحتاجه اهتمام كبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي. الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ده امر مهم جدا بيشدد عليه الجهاز الطبي والكابتن سيد عبد الحفيظ على طول في اطمئنان. بيتسو موسيماني كمان بيطمن مع لعيبه النادي الاهلي المتواجده في منتخب مصر، علي معلول في تونس، ايضا كمان ديانج في مالي، كان بادجو واجاي طبعا انت عارف زي ما كنا متواجدين في زيارة بسيطة، جيرالدو كمان في اهتمام كبير وفي يمكن متابعة مستمرة ان شاء الله لكل لعيبة النادي الاهلي. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل لعيبة النادي الاهلي وما يبقاش في اي اصابات وما يبقاش في اي امور تكون تعكر صف فريق النادي الاهلي خلال المرحلة القادمة. يا رب ان شاء الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناة الاهلي من استاد مختار التتش كان معانا على الهواء مباشرة واتكلم معانا في كل التفاصيل بتخص التمرين. وفي الحقيقة احنا بنتمنى ان التوقف الدولي بالنسبة لكل اللاعبين ما يكونش فيه اي اصابات، سواء مع جيرالدو في انجولا او اليو ديانج مع مالي او علي معلول مع تونس او حتى كمان لاعبي المنتخب الوطني. الاهم طبعا بالنسبة لمنتخب مصر ان هم يتفوقوا في مباراتي توجو باذن الله تعالى.